مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا سوبر كيدز. طبعا ايام قليله بتفصلنا عن السنه الجديده، حابه اقول لكل مشاهدينا ومتابعينا كل سنه وحضراتكم طيبين، ودايما يا رب مصر في خير وسلام. طبعا حلقتنا النهارده احنا بنعلن عنها بقالنا فتره. الحلقه النهارده فيها ابداع كتير، معايا مبدعين كتير. طبعا حابه ابدا حلقتي النهارده بضيوفي اللي منوريني. اولا مهتاب عبد الرحمن، الجندي المجهول لاي ستيشن بشوفه، طبعا منوراني صباح الخير. صباح الفل. وكمان معانا الفوتوغرافر ابانوب رشدي، صباح اهلا الخير يا وسهلا. ابانوب. طبعا ابانوب تاني مره صباح معانا، النور. ومعانا مجدي رشدي اهلا الجندي وسهلا المجهول حبيبتي. التاني لاي ستيشن بشوفه، الابانوب الله يخليك. منوريني. طبعا طبعا احنا هنتكلم النهارده في مواضيع كتيره جدا. اولا عاوزه اعرف البدايه كانت منين، بس قبل بقى ما نبدا معاكم هنرحب بشيف اشرف. صباح الخير يا شيف اشرف. يا اهلا وسهلا صباح فيك. الخير يا بسام، سوري. شيف اشرف حضرتك منورنا طبعا النهارده. ميرسي يا فندم. طبعا ايام قليله بتفصلنا عن السنه الجديده وحضرتك طيب. فحضرتك قلت لنا ان انت هتحضر لنا النهارده وصفات خاصه براس السنه، فعاوزين تمام. نعرف هنعمل ايه سريعا. ان شاء الله هنعمل فتوش لبناني، وهنعمل سلطه مكرونه ايطالي، وهنعمل تشيكن رول ايطالي، وهنعمل ان شاء الله جنب الفتوش يعني هيبقى في نوع سلطه تانيه. نوع سلطه تاني؟ ان شاء طبعا الله. حضرتك قلت لي لبناني وايطالي وكان فيه هيبقى في فرنساوي، لبناني وايطالي من كل ان بلد شاء الله، اكله يعني. وفرنساوي. ان شاء هيبقى الله في شوربه كرنب كمان، دي فرنساوي ان شاء الله. احنا ان طبعا شاء الله. متابعين حضرتك. تحت امرك. هرجع لضيوفي طبعا. اولا نبدا بقى مع مهتاب. اي سيشن بشوفه الفوتوغرافر لازم الاقي اسم بازل مكتوب مع السيشن مصحوب لي. عرفيني بقى ازاي، حتى انت لما جيت اتكلم معاكي قلتي لا انا عاوزه اهم حاجه الاسم بازلز هو اللي يظهر، مش عاوزه اسم كمهتاب، انا بالنسبه لي عادي. بالظبط. عرفيني ايه بازلز وبدأ من امتى؟ بدأ من سنه وشهرين كده تقريبا. بدأنا بعشر قطقم كنا شحتينهم اساسا. بس احييكي على صراحة. هكذب. بس بعد كده البروجكت الفكرة كبرت شوية في شوية، ابتديت اتعرف على الفوتوغرافرز من 6 7 شهور كده بس. فالمهم بالنسبة لي بازلز، انا كمهتاب مش انت اللي الكيان، صنعتي بازلز، بس بازلز اهم من مهتاب، لان حتى لو انا مكملتش بازلز لازم يكمل من غيري. بازلز كفكرة هو بيسبورت كل حاجة ان هي تنزل كوستها عشان الناس تقدر تتداولها. يعني مثلا الكاستيمز في حفلات المدرسه او في الفوتو سيشنز لازم الحاجه تنزل سعرها شويه على قد ما نقدر نسبورت السيشن ونسبورت الطفل ان هو يتبسط باقل كوست. اهم حاجه ان احنا بنبسط الاطفال. بالظبط. دي اهم حاجه. بالظبط. ابنوب، اول حاجه حابه اتكلم عنها، انت كان في سيشن عملته كان ترند جدا على الفيسبوك. يعني مصطفى. حتى انا بره في الكنترول بره بتكلم مع حد قال لي ده انا شفت الفوتو سيشن ده، معقول ابانوب اللي عامله؟ يا جماعه ابانوب اللي عامله. فانا قلت لك لما شفته لو تفتكر قبل ما تنزل الفوتو سيشن قلت ايوه لك انا مظبوط. حاسه ان في هيعمل حاجه. انا اصلا كنت يعني كنت متوقع للسيشن ده الضجه اللي حصلت. انت كنت متوقع؟ الحمد لله كمان يعني. نزل في الوقت الصح. لا انا ما كنتش قاصد، انت مش قاصد، يعني بس انا هو مش نزل في قاصد الوقت ده، الصح. ده اولا انا ما كنتش قاصد انزله في الوقت ده. ثانيا انا قبل ما اصوره اصلا ما كنتش عارف ان هو هيتكرم من سيادة الرئيس. احنا عاوزين يعني يا جماعة نجهز الفوتو سيشن ده معانا، هو تمام. اول فولدر معانا لشاب من متلازمة داون اسمه مصطفى، صح كده؟ مصطفى نوفل. مصطفى نوفل. يعني انا الصور بتتكلم يا جماعة. هو مصطفى عنده كام سنة؟ 18 سنة. 18 سنة. أوه. طيب قول لي بقى اللبس الحلو قوي ده مين اللي عمله؟ طبعا مهتاب. طبعا هو فكرته، فكره ابانوب دايما كلمت افكاره بره مختلف الصندوق وافكار بالظبط. مختلفه ربنا ومبتكره، يخليك يا رب. بجد مبدع فعلا يعني. ربنا يخليك يا رب. قول لي بقى دور مجدي في الفوتو سيشن ده ايه؟ مجدي المساعد بتاعي وبعتمد عليه في كل شغلي، وان شاء الله ليه مستقبل باهر طبعا. باذن الله. اكيد اكيد يا بنو. اكيد لا هو شاطر ما كمان شاء الله. يعني.
ما شاء الله. انا حاسه ان هو الموضوع خايف شويه. لا 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 مش خايف ولا حاجه. طيب قولي بقى الفوتو سيشن ده الفكره جات لك ازاي؟ يعني انا مثلا هقول لك على حاجه، انا بشوف كتير فوتو سيشنز للاطفال بيعملوا سيشن لبس فراعنه، بروح مثلا مكان، بروح متحف بعمل، بس ما بيضربش، مش ترند، مش زي. هو اوكي ان انت كفكره ان انت تجيب حد من متلازمه ده ويعمل فوتو سيشن، ده حاجه حلوه جدا. بس قولي الفكره جات لك ازاي. هو مصطفى اصلا موديل. انا عارفه. انا هو اول موديل في مصر متلازمه. هي الفكره جات لي، مصطفى لي سيشنات كتير جدا مع كذا فوتوغرافر. انا تقريبا شفت له حاجه. لا هو ده اول حاجه معايا. فانا حبيت اعمل حاجه لمصطفى، اطلع بقى بره الصندوق بمصطفى، وحبيت اعمل حاجه تليق بيه. حتى اما كلمت مهتاب قلت لها انا قلت لها انا عايز اعمل حاجه لمصطفى ملوكي، يعني مش هعمل له اي سيشن زي اي سيشن. فعلا. تمام. فعملنا السيشن ده الحمد لله. كلمت مهتاب جهزت اللبس على طول، وكلمت مامته رحبت بالفكره وجات لي من الغربيه. صورته، هو ما تعبنيش في التصوير وفاهم وبيستوعب، ويعني هو انا شايفه الصور يعني كده. بصي تعبيرات وشه يعني بالظبط، وفي ثقه في نفسه. ما شاء الله عليه. فالحمد لله نزلنا السيشن، كان في اقل من 50 دقيقه جايب 6000 لايك غير المشاركات. دلوقتي بقى معدي مثلا 150 الف مشاركه ما شاء الله، غير اللايكات. مصر كلها الحمد لله شافته. انا ده عارفه ايه، اتعرض في اكتر من قناه، كذا جريده نزلته برضو. فالحمد لله يعني الحمد لله. هو ما شاء الله عليه، شكله يستاهل كل خير. بس هو يستاهل والله، يعني ربنا كرمنا في السيشن ده واتشاف عشانه وعشان كانت نيتنا خير، بس احنا كنا عايزين نفرحه بس. انا مبسوطه جدا بالكلام اللي انا بسمعه، مبسوطه بيكوا قوي. ربنا بس عاوزه بقى مهتاب تقول لي انت جالك فكره الديزاين نفسه منين؟ هو بعت لي ابنهم فكره، قال لي احنا عايزين اقرب حاجه لده. اقرب حاجه احنا بقيت ايه بقى؟ بصي، هو احنا عملنا بيس ما عجبتنيش، فعملنا بيس تانية لان احنا كنا عايزين الحاجه تطلع بيرفكت. فكنت كل شويه اعمل حاجه واقول له هي ابنه، بيقول لي لا غيري كذا في دماغه، حاجه معينه هو بيتخيل حاجه، هو الكاميرته هي اللي شايفه الساش. انا بشوف اصلا اي حاجه ابنه بينزلها دايما بعملها شير عندي، انا بحب الصور بتاعته فعلا. دي حقيقة فيها تاتش مختلف يعني. بالظبط. بصي، هو دايما كل عدسه وليها روحها طبعا، وكل طفل وليه كاريزما. بس دلوقتي لا، غير كده كمان بشوف حاجات متشابهه كتير وصور. لا حتى انا شفت للكريسماس اكتر من سيشن يعني، بس بتاع ابنوب مختلف برضو. كنت عامله انا ومهتاب وحضرنا برضو الديكوريشن سوا، والكوليكشن اصلا صورنا في الصالون بقى، لمينا العفش كده على جنب ورحنا مصورين. هو قال لي عند مهتاب مساعدين بعض، ودي حاجه كويسه جدا. وانا عارفه ان انت علاقتك بكل الفوتوغرافرز الموجودين دلوقتي كويسه جدا. طيب دي حاجه، ودي حاجه طبعا كويسه. طبعا ده نجاح برضو للشغل كويس. هم يستاهلوا يعني، انا دايما بقول لهم انا ممكن اضغط عشان يعني انتي بشوشه كده وحد يتحب من اول ما نشوفه. مجدي، بص مجدي، قولي بقى يا مجدي، اتعلمت ايه من ابنوب مهتاب؟ انا عارفه ان انت لسه في البدايه. انا لسه في البدايه، بس انا كل سيشن لازم اطلع مع اخويا اشوف هو بيعمل ايه، وباخد خبره منه طبعا. تمام. وبيستجيب يعني هو حابب حابب المجال على طول. هو بيستجيب يعني، فعلى طول ما شاء الله عليك يعني. انا ان شاء الله يعني هو دلوقتي بيصور بس لسه في البدايه ان شاء الله، وربنا يا رب يكرمه كده ويبقى ليه مستقبل. ويعدي بقى هيعدي ان شاء الله. طبعا اتمنى والله. طبعا ان شاء الله. قولوا لي بقى، انتوا كنتوا متوقعين النجاح الهايل للفوتو سيشن بتاع مصطفى، وايه احساسكم بعد النجاح؟ احنا يا ميم ما بننامش من الخضه اساسا، انا وهو عمالين نعمل منشنز لبعض في الحاجات اللي بتقابلنا. مش ملاحقين يعني، انا مصر كلها منزله السيشن، كل شويه الاقي حد من اصحابي عامل لي منشن في بيدج غير الثانيه.
والجرايد اقفل مع الصحفي الاقي اللي بعده. هو بصراحه والتلفزيون الحمد لله يعني يستحق. الحمد لله. وانت لا انا ما كنتش متوقع يعني الضجه دي كلها. لا هو بس الحمد لله يعني يستحق هو بجد. مصطفى وش خير الصراحه. انا اول ما شفته اصلا حبيته يعني. هو بيكلمني يقول لي اقفلي عشان البرنامج الفلاني بيكلمني، اقفلي التلفزيون بيكلمني، اقفلي الجرايد بيتكلمني. اتغر بقى خلاص. ايوه قلت لها هتتغر عليا بقى ولا ايه؟ طيب قولوا لي بقى، احنا النهارده معانا اطفال بنوب حب يكونوا موجودين معانا في الفقره بقى، منهم في اطفال مواهب بقى وشغل ملعبي ده. قول لي بقى الاطفال انت بتتعامل معاهم ازاي؟ ليه اخترت المجال الاطفال ده؟ مجال صعب جدا طبعا. هم معانا وهيجونا دلوقتي، يا ريت يجهزوا يعني. فقول لي انتوا الاثنين طبعا ازاي تيتشر فويس بيطلع. عرفوني بقى ايه يعني ازاي؟ يعني انا عارفه التعامل مع الاطفال بيبقى صعب بس حلو يعني. هو احساس حلو. بصي هو الاطفال بيبقوا حابين اللي هم بيعملوه، لو طفل مش حابب اللي هو بيعمله بيطلع عينه، لكن لو طفل حابب قوي هو مجرد ما بيظبط اللبس ووقف في الكادر بياخد كادره بسهوله. ودي بس ميزه ان الاطفال موهوبه. بالظبط ده اللي انا عاوزه اتكلم فيه، ان الاطفال دلوقتي غير اطفال زمان. حقيقي. غيرنا احنا زمان. حقيقي. يعني غير اطفال زمان. يعني احنا كنا بنخاف موضوع التصوير ده، انا لو رايحه اتصور صوره للمدرسه لا يا ماما والنبي. لحد دلوقتي فهم عندهم ثقه في نفسهم كده. لا ببقى واقفه قدام اطفال لا ما شاء الله بيتكلموا معايا، بيعدلوا على الكادرات دلوقتي، بيعدلوا على الكادرات دلوقتي وبيختاروا هم اللي بيختاروا الفكره وبيختاروا يتصوروا ازاي واشوف الصوره في الكاميرا يا عمو عجباني ولا هنغيرها. احنا معانا النهارده اطفال. قولي بقى الاطفال اللي معانا النهارده السيشن بتاعهم كان ايه؟ كريسماس. لا احنا معانا كذا حاجه مختلفه. مختلفين. هم طبعا هم هيجوا لنا دلوقتي. لحد بقى ما يجوا لنا كده كلميني عن سيشن الكريسماس. تهيألي انت اول حد نازل سيشن الكريسماس صح كده؟ كلموني بقى عن السيشن ده جه ازاي؟ هو كان الكولكشن بتاعنا الجديد بس بتاع بازلز. بس قبل ما تقولي لي عرفيني يعني مثلا لو ابنوب حابب يعمل فكره معينه بيجي يقول لك انا عاوز اللبس كذا. طب لو اللبس ده مش عندك بعمل بازلز بينفذ. دي حاجه حلوه جدا. بس مراتي كان بالعكس بقى، كان احنا عاملين الكولكشن وانا كلمت ابنوب قلت له يلا نصور. تمام انا كده فهمت. احنا بقى هناخد فاصل ونرجع تاني مع اطفالنا الجمال اللي هيشرفونا النهارده. استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في برنامجنا سوبر كيدز، ومعانا طبعا ضيوفنا اللي منوريني وحبايبي الصغيرين. نتعرف بقى عليهم طبعا اطفال السيشن الكريسماس. وايه تاني؟ وفي كذا سيشن مختلفين هيتعرضوا. طيب نبدا بقى بلارا صح؟ اسمك كلارا. طب امسكي المايك. عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين؟ اذا انت صغنطوطه خالص. بس عايزه اقول لك على حاجه، حد قال لك ان انت عينيكي حلوه قوي؟ محدش قال لك قبل كده؟ انا بقول لك اهو. ندي المايك للي جنبنا بقى. يلا يا صافي. لارا بالمناسبه قبل اي كلام انا عملت معاها سيشن بتاع فيلم انجلينا اللي هو شفته. ايوه جايبه معانا النهارده؟ جايبه مجهزه. التصميم بتاع الاوتفيت بمامتها اللي عاملاها. فبرضه هي مدام انجي ممدوح. خافي على نفسك بقى. لا لا ما بخافش، احنا اصحاب ما تقلقيش. مدام انجي انا بهدي النفوس بس. تمام ناخد اللي بعدها بقى. اللي زعلانه مني كده من اول ما شافتني وهي عارفه هي قالت لي ايه بره. مين؟ حفصه. حفصه عندك كام سنه؟ 5 سنين. 5 سنين لسه صغيره برضه. اللي بعده انا بتعرف عليكم بس لو هرجع لك دلوقتي نسمع انت بتقول ايه. اسمك سندس. كام سنه يا سندس؟ 7. بطله الجمهوريه في الجمباز ومفيش حد قدها يا جماعه. اللي بعده اسمك ايه؟ حمزه احمد رجب. حمزه احمد رجب. شايفين كام سنه؟ 7 سنين. 7 سنين. اللي بعده اسمك ايه؟ انت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ حتى شعرك ما شاء الله حلو قوي وعيونك جميله قوي. كسفت بقى ولا ايه؟ عندك كام سنه؟ 8. ايه ده اخوك صح؟ لا لا اسمه ايه؟
اديله المايك كده. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ حمزه. لا اسمك حمزه. حمزه انت صغنطوط قوي بقى. حمزه عسل، عامل معاه سيشن برضو هنعرضه جميل جدا. استنى بقى، العربيه العربيه اه اللي هو بالعربيه اللي ده جميل جدا. بس انت صغنطوط خالص يا روحي. اسمك ايه؟ اسمي ياسين. ياسين عندك كام سنه؟ 5 سنين. شايفين الثقه بقى يا جماعه؟ بس فنان. فنان صح؟ فنان بتاعنا. اسمك ادم. ادم عندك كام سنه؟ 10. 10. نرجع لك دلوقتي، اجهز بقى حبيبي. اسمك ايه؟ ادم. ادم وادم وفي اتنين حمزه صح؟ صح؟ في اتنين حمزه. عندك كام سنه؟ 4. ايوه كده، انا اللي بقول لك ايه. عندي 6 سنين. عندك بقول لك اسمك ايه يا عم بالراحه؟ هاني. هاجد. هاجد؟ اه. هاجد يعني ايه بقى؟ تعرف ولا لا؟ ولا انا مش عارفه برضه. هي ممكن تكون جايه من التهجد تقريبا. اه انت شايف نفسك شفت بقى، مش انا قلت لك ما ضحكتش عليك اهو صح؟ صح. ناخد بقى يا جماعه معانا فنان كده نسمعه. غني لنا بقى اغنيه الاول. قول لي بس كده، قول لي انت بتغني من امتى ولا ايه؟ كلمني عن نفسك. انا دخلت المعهد من 5 سنين. يعني كنت بتمرن. معهد ايه؟ معهد قيصاره. معهد قيصاره. اه المفروض ما نقولش الاسم بس ماشي هنعديها. إيه بس انا عاوزه اقول حاجه، يعني الثقه اللي هو انا دخلت المعهد من 5 سنين، يعني دي يعني ايه؟ طب ردت فيها الروح كده. قول لي بقى، اه دخلت المعهد بقالك 5 سنين وبعدين؟ كنت بتمرن يعني، وبعديها بقيت بعرف اغني، وبعديها كملت دخلت بقى. طيب احنا هنسمع منك حاجه، وعاوزين بقى يا جماعه نعرض الفوتو سيشن بتاع الكريسماس. تمام. ايه رايك؟ تمام ماشي. نسمع ادم على ما الفوتو سيشن يجهز وينزل معانا. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناسة وتجراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة ياب جداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب بهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد صفارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غنية وعنا إيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناسة وتجراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة ياب جداد وبكرة الحب جديد. جينجل بيز، جينجل بيز، جينجل اول ذا واي، بيلانداري كولكافالا سولا نيفي بيانكا. جينجل بيز، جينجل بيز، جينجل اول ذا واي، شي فولاندو كولا سليتا نسي نلسيون ديان. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناسة وتجراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة ياب جداد وبكرة حب جديد. كلنا بقى ايه القمر ده وايه الشطارة دي؟ احنا شفنا كذا صورة من الستيشن بتاع الكريسماس. ارجع بقى لحاجة كده، انتوا قلتوا لي اللوكيشن ده في بيتنا. في البيت اه. ازاي بقى؟ احنا الاثنين لحد دلوقتي ما نعرفش احنا عملنا كده ازاي. يعني اعرفوني انا بتفرج ايه. هو قال لي هاتي لي كرومه حمراء، يا ريت يا جماعه نرجع صور تاني، وشويه ديكوريشنز وما نكيش دعوه، بس سيبيني انا بس بقى. بعدين انا عملنا الكرومه وعملنا الشجره، يعني حاولت اجيب له حاجات تكسر اللون شويه الاحمر. اه بس هو طلع. احنا بقول لك زقينا العفش على جنب كده الصبح انا وهو على جنب، ورحنا معلقين الشغل واشتغلنا. حلو قوي. قولي لي بقى يا مهتاب، كل اللبس ده من عندك؟ اه. والديزاينز كلها بتاعتك؟ لا مش كلها بتاعتي، بس يعني معظمها بتاعتي. بس احييكي بجد. دي سندس صح؟ اه دي سندس. جميله يا سندس. طيب قولوا لي بقى، عاوزين نسمع حاجه تاني كده، حد بيغني. لارا. يا لارا عاوز اسمعك. يلا صافي تغني. تغني؟ لا ما بعرفش اغني. ليه؟ هي صريحه خلاص يا جماعه. قولوا لي بقى، حد هنا بيلعب رياضه؟ انا بلعب رياضه. تلعب؟ امسك بقى المايك كده.
يعني احنا كلنا لسه بنتكلم عن الاطفال والثقه بالنفس، وطبعا عامل اساسي. انا معايا النهارده في 3 اطفال، سومس واثنين كمان اخوها وبنوته اسمها ايدن، ابطال الجمهوريه في كذا لعبه. جمباز باين جمباز سومس جمباز. فعاوزه اعرف بقى منكم انتوا بتلعبوا ايه. طبعا الرياضه بتدي ثقه في النفس، الطفل بيطلع سوي نفسيا. دلوقتي انت عاوز، من شويه كنت عاوز تخرج، دلوقتي انت اللي بتتكلم صح؟ بتغني ولا بتعمل ايه انت؟ بغني. طب استنى بقى انا هرجع لك. قولي بقى انت بتلعب رياضه ايه؟ بلعب كوره، بحب الكوره، بلعب رياضه كوره، بحب يعني تعالى حسن خلي اتكلم يعني احنا معانا اطفال يا جماعه. بحب الكوره بس لسه ما روحتش الكرة. طب قولي بقى انت اتصورت مع بنوب قبل كده؟ لا اتصورتش معي. ما اتصورتش معي. ما تتصور معاه قريب ان شاء الله وهيطلع لنا حاجه. اتصور معايا خلاص الاسبوع ده ان شاء الله. مستنيين. مستنيه اشوف. المايك لفتحي. فتحي اتصور معاك ولا لسه؟ هتصور برضو معايا، كلهم معايا الاسبوع ده. هيتصور. ما فيش معانا غير لارا وحفصه وسندس وحمزه وادم. انت زعلان ليه؟ ارفع المايك كده. انت زعلان ليه؟ هما مصحينك من النوم وجايبينك صح؟ امال ايه بقى؟ ايه؟ هتعمل سيشن ايه بقى مع بنوب ولا مش هتحرقوا الفكره؟ لا مش هنحرق. لا مش هنحرق. معلش. هتحرقوني على ده مش موجود. لبيش. انا مستنيه. برضو ادم اتصور معايا. شكلها كده فكره برضو. في صور انا مجهزها له ادم. ادم؟ طيب ننزل بالفوتو سيشن اللي بعده يا جماعه. ايه اللي بعده بقى؟ بنوب. لارا. ممكن نشوف لارا. لارا ده حمزه. يا حبيبي حمزه ده صح؟ تعالى كده، تعالى تعالى اقول لك تعالى. بص صور مين على التلفزيون. تعالى تعالى بص مين ده؟ انا ولا مين؟ مين ده؟ عايزين هنجيب عربيه. ده حمزه. وكنت مجهز صوره من صوره العربيه بتاعته، اللعبه اللي عملنا عليها الفكره. اصلا افهم بقى حاجه. ازاي يعني دي انا شفت العربيه دي لوحدها. قولي ازاي بقى يعني دي عربيه لعبه صح؟ ازاي هو ايه طلعت ازاي؟ احنا جبنا العربيه صورناها في الشارع. تمام. عملت زوم عليها طلعت زي ما حضرتك شايفه كده. طبعا هي دي تفاصيل شغله انا دخلت فيها. لا مش مشكله. لا وصورت حمزه طبعا بنعمل ايديت بنصغره. ساعدك ازاي وهو شقي كده؟ لا انا بعرف اتعامل معاهم يعني في انا ما بعرفش. مش سيطره خالص. في يعني انا عندي صبر يعني. انا في الحياه الطبيعيه لا ما يعني عصبي جدا ما عنديش صبر، انما لا في الشغل ومع الاطفال طبعا يعني عندي صبر بطريقه غريبه. انا فوتوغرافرز كتير. انا مش مصدق نفسي اللي عندها صبر فعلا. ما بنوب حمد شاطر جدا. بس هو حمزه كمان يعني ما خدناش وقت معايا. طيب العربيه اللعبه ما خدتش بالي اتعرضت ولا العربيه لوحدها مش عارفه اتعرضت ولا لا. يا ريت لو موجوده نعرضها تاني. انت كنت مصورها لوحدها وانا شفتها. هي لو معانا هترجع لنا دلوقتي تاني. مفيش عربيه لوحدها تقريبا يا بنوب. تمام. شكلك كده نسيت يا بنات. لا 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 انا معانا ايه تاني؟ جاهزه معايا لارا. طيب احنا هنجهز السيشن بتاع ايه؟ سيشن لارا ماجنيفيسنت. لارا تمام. هو بيجهزوا السيشن اللي بعده. بس هرجع بقى ده فروزن. فروزن برضو. فروزن انت قلت لي انا كنت عامله شير. عملنا انا ومهتاب لو فاكر. كنت عامله شير لفيلم فروزن 2 وبعدين هو دخل قال لي انا لسه عامله النهارده. أيوة. بس كان لسه بقى مفيش ما عملش ايه. احنا جبنا الناس من اسكندريه عشان نصور السيشن. إيه انت طبعا اللبس بتاعك والتصوير بتاعك عملنا برضو في البيت عند مجدي. مجدي ساعدته طبعا في السيشن ده. يعني احييكم انتوا الثلاثه. طالع فظيع يعني بجد. انا اتفاجئت بيه. بصي بيقول لك برده في البيت احنا خلاص بقينا اي حاجه مجنونه عارفين ان احنا مهتاب. ده الاستوديو بتاعنا. خلاص هفتح. هي حاجه حلوه على فكره. حاجه حلوه جدا وحاجه مختلفه كمان. حلقه اول مره اشوفها واول مره اشوف الناس بتحب بعضها في الشغل كده. دي حاجه بسطاني جدا. الشغل بينجح وناس ما بيحبوش بعض. طبعا طبعا ربنا يخليكم لبعض يا رب ويديلنا نجاح. طبعا عاوزين نجهز السيشن اللي بعده. بس هرجع بقى للشيف اشرف.
شيف اشرف، عرفنا بقى ايه اللي تم وعملنا ايه. هو احنا دلوقتي خلصنا او بنشتغل في شوربه الكروم. شوربه الكروم، عاوزه بقى سؤال. شوربه الكروم انا اعرف ان دي ليها علاقه بالدايت شويه. بالدايت طبعا، صح كده؟ اه دي اهم حاجه. اه تمام. لان هي شوربه حرقه طبعا. اه طيب. أوه. انا ما فيهاش اي سعرات نهائي، يعني لا الكرنب فيه سعرات ولا الجزر فيه سعرات. تمام. كل مشتملات الشوربه دي ما فيهاش سعرات حراريه خالص. طيب عاوزه اعرف بقى، انا كنت سمعت قبل كده ما اعرفش هل ده صحيح او لا، ان شوربه الكرنب لازم يكون ليها نظام غذائي معين ولازم ناخدها تقريبا مره واحده في الاسبوع. تمام. صح كده ولا تمام إيه؟ لا صح كده مظبوط. ليه بقى؟ اقول لحضرتك، لان هي بتحرق كتير يعني هي بتاخد ما بتديش. فطبعا دي بتاخد من الجسم. بالظبط كده. فهمت. فبتحرق كميه جامده، فما ينفعش ان انا استعملها كل يوم او كل يومين، هو مره في الاسبوع وحسب ما بيحدد الطبيب الدكتور. صح، دي حاجه احنا عايزين برضو نوضحها. طيب عاوزين نعرف حضرتك وصلت لفين. هو حضرتك احنا كده نعتبر فنشنا شوربه الكرنب. تمام. هتبقى بالشكل ده. هي بتاخد شكلها بتاخد كرنب ابيض. احنا الجمعه. هي بتاخد كرنب ابيض حضرتك. بتاخد كرنب ابيض وبتاخد جزر. تمام. وبتاخد بصل اخضر، عدم بصل اخضر، وبتاخد كرفس. تمام. بتاخد بابريكا وشطه. احنا هندوق طبعا. طبعا. ويعني هي فكره جديده انا ما جربتهاش بصراحه، بس انا بسمع لا هي ممتازه جدا طبعا. انا جداً. سمعت ان هي حلوه، ما اعرفش لو سمعتي عنها ولا مجرد. طيب عاوزين نسال حضرتك بقى وناخد راي ضيوفنا كده، هم عايزين. اتفضلي. ايه راي حضرتك مين اشطر في الطبخ، الست ولا الراجل؟ لا هو عالميا الراجل. الراجل عالميا هقول خلينا صراحه. انا على فكره يعني ايه يعني انا بؤيد ان الست تبقى ليها كاترينج وبتشتغل، وعندنا طبعا. اصلا في مصر عدد الستات اللي بتشتغل في الكيتشن اكتر من الرجاله بكتير، بس الرجاله متميزين. هو الراجل طبعا مع عالميا هو المتميز. لا هو واضح يا جماعه ان في اجماع على رايك يا بنوب. رايك انا هاكل وخلاص. انا مع الرجاله معلش، انا اسف. مجدي رجاله طبعا. طيب يعني خلاص. شكرا يا جماعه ما اتكلمش انا مطلوب سالت السؤال ده. عاوزين يا جماعه كده معانا اي سيشن تاني في كده سيشن ناقص للارا، يا ريت لو معانا نفس انه في لارا وفي يا ريت لو نعرضه سريعا سيشن ادم مجهز كذا حاجه. ماشي هنخرج لماما دلوقتي، بس احنا مين بقى؟ مين؟ ده ادم. ده ادم بقى. ادم مين ده؟ حاضر. بص ايه ده، مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ جميل. حاضر هنروح لمامي دلوقتي. حلو قوي، وانا مبسوطه بيكم جدا جدا جدا، مبسوطه بعمر انه غنى، مبسوطه بادم. بص هو معايا من قبل ما ادخل بقول له يا عمر، مبسوطه بادم ادم ادم مبسوطه بيكم كلكم. لارا ما بتضحكيش ليه؟ مش عارفه من اول الفقره. ايوه كده ايوه كده. ايه القمر ده؟ حفصه، سندس، حمزه، فتحي، حمزه صح كده، اسمك ياسين، ادم و ادم وهاجد. بشكركم جدا، كنت مبسوطه قوي ان انتوا معايا، وبجد بجد من امتع واحلى الفقرات اللي انا عملتها الفقره دي، مبسوطه جدا بوجودكم معايا. طبعا مهتاب وبازلز اسم ان شاء الله هيفضل العمر كله دايما من نجاح لنجاح. مجدي طبعا انا انت مدام مع بنوب، يعني كل واحد ليه شخصه وليه شخصيته مستقل بيها، لكن بجد انت يعني ليك اخ ما شاء الله مبدع جدا. وطبعا انت انا عارفه ان انت الجندي المجهول بتاعه هو قال لي الكلام ده. انا مبسوطه جدا جدا ان انت كنت معايا النهارده، وبشكركم جدا. وطبعا لازم تبقوا معايا بعد ما نعمل السيشن اللي انا مستنيه اعرف هو ايه من دلوقتي. هستاذن حضرتك بس سريعا نشوف السيشن بتاع لارا. لارا يا جماعه يا ريت نعرض السيشن بتاعها. زعلانه ليه؟ هنعرض السيشن بتاعك ايه يعني؟ يا ريت نشوف السيشن بتاع لارا، هو عاجبني جدا، بس مش عارفه هو ليه ما نزلش لحد دلوقتي. ايه زعلانه ليه؟ زعلانه ليه؟ تعالي اقعدي جنبي هنا على ما يجيبوا لك السيشن بتاعك. يا ريت يا جماعه نرجع للسيشن بتاعها، هو اللي باقي بس تقريبا، هو تقريبا بيجهز يعني، بس كلموني عنه برضو الديزاين بتاعك ولا بتاع مامتها. مامتها مامتها مدام انجي. انجي ممدوح. نحيي مدام انجي ممدوح. انا شفت على فكره السيشن
بس مش عارفه في مشكله ولا ايه. يا ريت يا جماعه نعرضه السيشن ده. عايز اقول لحضرتك ان السيشن ده اتعرض على كذا جروب اجنبي. الاجانب ما كانوش مصدقين ان ده شغل مصريين والله. انا من هنا جات لي الفكره. ليه يا جماعه احنا عندنا مبدعين كتير. انا حبيت اعرفهم بقى ان احنا مش ليهم حق يا بنوب بجد ليهم حق. دي انا ما شفتهاش. السيشن ده اصلا جات لي فكره السيشن بتاع مصطفى من السيشن ده. من السيشن ده اما نزلته من قول لي يا بنوب الفكره يعني اللبس بتاعها. اللبس بتاعها اللي هو بتاع فيلم انجلينا اللي هو ماليفيسنت. مامتها اللي عملته. هي اللي عملته. الفكره فكرتك. لا هي فكرتها. بس في ابداع يعني انا شايفه في ابداع. هو التصوير والتنفيذ بتاعي. انما الفكره والاوتفيت انجي اللي عملها. انا بحيي مدام انجي يا جماعه على الهوا. بحييها فعلا. ولارا انت ايه وانت بتعملي السيشن كان ايه احساسك بقى؟ كان صعب سهل؟ عمل ايه معاكي يا بنوب؟ هي عمل ايه؟ لارا بتتكسف قوي. ايوه عمل ايه؟ انت مبسوطه طيب؟ حلو السيشن عاجبك؟ شطوره. اهم حاجه. اي حد حابب يقول اي حاجه؟ لا عاوز اقول اي حاجه. مبسوطين بيكي النهارده جدا. انا اللي مبسوطه بيكو. كان نفسي اشوفك من زمان. مبسوطه بيكي يا بنوب. شرفتنا يا مجدي. ربنا يخليك. كل الاطفال الحلوين اللي معايا نورتوني وبشكركم جدا. وانتظرونا في فقره الالعاب الرياضيه بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع فقراتنا. اخر فقره معانا فقره اطفال سوبر كيدز. وطبعا معانا شو رياضي وعبد رياضي النهارده جمباز وكاراتيه. بس قبل بقى ما ارجع لايتن وسندس ويوسف اروح لشيف اشرف. اتفضلي فين. نعرف بقى ايه وصلنا لايه وعملنا ايه. واحنا إيه؟ عملنا شوربه الكرومبو وحضرتك تمام. اتكلمنا عنه. حاليا شغالين احنا في التشيكن رول بالموتزاريلا. تمام. شيكن رول بالموتزاريلا ببساطه كده. بجيب صدر الفرخه بقطعه طرنشات خفيفه. بانيه ولا اوكي. وبدقه. تمام. مش بانيه بدقه بيبقى فاضي خالص. وبشعره ملح خفيف خالص. تمام. وفلفل ابيض. تمام. وهو زي ما هو ني كده. تمام. وبديله جبنه موتزاريلا من الوسط وبلفه زي ما هو هنشوفه دلوقتي كده. هو شكله تمام؟ اصلا يعني يعني هو عايز اقوم القصه كلها في حاجه. هي القصه كلها في المارينيشن بتاعه. طب انا عندي سؤال بس مش عارفه هو صح ولا غلط لاني بصراحه ما عملتوش قبل كده. لا اتفضلي. يعني انا شفت فيه مش عارفه بقى اسمه حمام كذاب او الحمام كذاب ده بتبقى ورك بيتسلق الاول صح؟ لا, لا 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 انا شفت ناس بتعمله بتحطه في فويل او ويتسلق وبعدين ورك الفرخه. ما هو نفس الموضوع لكن نفس. ده لا ده زي لا. يعتبر طريقه البانيه. ده ما بيتسلقش. ده بيتعمل بيتلف بعد كده بينزل في المارينيشن. المارينيشن ده عباره عن بيضه ميلك لبن وبنديله حبه دقيق صغيرين وتوابل بقى بابريكا وكزبره وفلفل ابيض. كل ده بيتضرب بالمضرب. تمام. وبسقط فيه الـ 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 الصدر الملفوف اللي هو ملفوف جبنه موتزاريلا. جبنه موتزاريلا بسقطه بطلعه على البقسماط. تمام. ومن البقسماط يتحط على القليه على طول. بس المفروض قبل ما اقلي ودي اهم تكه في القصه كلها بدخله الفريزر. تمام. الفه في كيس او في فويل. هات ورقه فويل يتشمع تقريبا. تمام. يعني انا كله ده كان ملفوف ورق فويل كده. تمام. بس بدون تسويه ولا اي حاجه خالص. ايوه فاهمه. بلفه كده يشمع نفسه كده عشان يطلع بالشكل الظريف اللطيف وما يفكش مننا ويبهدل ست البيت ويبهدل الزيت وانا عارف اللي بيحصل في البيت يعني. بالظبط. حافظه يعني. ريحته ما شاء الله يعني. فهو بالشكل ده بيطلع بالشكل ده زي ما حضرتك شايفه اهو. لا انا كده هقوم من مكاني ولا حاجه خالص. كده تمام. بس طيب. بندخله بقى على نار هاديه لا عاليه ولا سوري واطيه خالص. ليه؟ أوكي. عشان يستوي من جوه. عشان يستوي كويس والموتزاريلا تسيح. طبعا. وهو بارد طبعا. احنا ممكن نعمل عرق كده الموتزاريلا كده تلاقيها كده بالهنا والشيف. طبعا هو شكله وهو بارد. طبعا بعد ما يعني بعد ما يخرج بشويه بتبقى الموتزاريلا سايحه جوه. انا لو قرصت فيه دوست فيه كده بتلاقيه طبعا يعني كشوه. بعد الهواء. كشوه بنفتحه كده
بتلاقيه كله بقى ايه متظبط. تمام، بعد كده هيكون معانا ايه؟ الفتوش. والفتوش ده لبناني ومهم جدا وسلس جدا، والناس كلها بتفضله، مش اللبنانيين بس والمصريين طبعا. انا بصراحه ما دقتوش قبل كده. لا، الفتوش حاجه من السلطات البروفيشنال الجميله جدا 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 في اكلها يعني. طيب، عاوزه قبل بقى ما نروح لطريقه الفتوش، عاوز اعرف من حضرتك حاجه. اتفضلي. طبعا الاطفال دلوقتي مش بياكلوا اي حاجه، يعني بيبقى في كومنتات من الاطفال، اكيد حضرتك عارف، فلا ده يا مامي انا مش بحبه وده انا مش باكله. ازاي بقى نحببهم في الاكل بحيث ان ياخدوا ويستفيدوا بالعناصر الغذائيه اللي في كل الاكل، ما يبقاش ده ممنوع، لا خلاص هو ممنوع. شوف حضرتك، انا لما ابدا بابيتايزر مقبلات افضل للاطفال. تمام. ولما اعمل لهم وجبات خفيفه، السندوتشات، بس مش السندوتشات اللي هي بتاعت السوق، انا ما برجعش السندوتشات السوق خالص طبعا. بمعنى ان يعني شغل السوق مش كل الاماكن مضمونه يعني. عشان مش كل الاماكن مش مضمونه بالظبط كده. الفاست فود. اوكي، بالظبط كده. انا ممكن اصنع لهم في البيت برجر، ست البيت ممكن تعمله سهل بايدها، بيعرفوا الطعم. طبعا. لا ما هو انا ما هو المفروض يطلع نفس الطعم. ما ده بقى اللي انا بتكلم فيه. يعني شفت مؤخرا على السوشيال ميديا بيبقى في مثلا الام عامله مثلا البيضه، طفل مش بيحب البيض، تمام، عامله فيه بقى شكل فلفل اسود على شكل عيون. بالظبط. بعمل برسم انا رسومات يعني زي الطبق، ما هو العين بتاكل قبل البق، دي قاعده عندنا في شغلي. تمام. وعموما في الكيتشن في المطبخ طبعا انا شايفه شوربه الكرنب يعني. انا لما بظبط شكل الطبق الطفل بيحب الشكل والشياكه، فهو بياكل بقى، بيحب يجرب. جرب ده اول تيست حلو بيكمل. صح. بس هو عينه اللي بتجيب الاول يعني. تمام. عين الطفل والكبير برضو عينه هو اللي بتجيب. طبعا. فده حاجة مهمة جدا. طيب كده احنا كده خلاص هي خرجت اهي. هنعمل الحركة دي على الهواء ولا مش على الهواء؟ لا ما هو بس تبرد شوية. تبرد شوية. لان هي كده هتبقى صعبة شوية. طيب كده احنا هنروح لايه بقى؟ حضرتك المكرونة. المكرونة دي ايطاليانو. تمام. المكرونه السوسته دي قاطلين. المكرونه دي بتاخد حاجات خفيفه جدا وبتبقى سلسه جدا وطعمها ظريف جدا. تمام. بتاخد زيتون اسود مخلي، بتاخد كمان فلفل احمر وفلفل اخضر. تمام. بتاخد زيت زيتون، بتاخد زعتر، وده اهم حاجه فيها. غنيه جدا. الاوريجانو ده مهم جدا في شغل عموما في الشغل اللبناني. طيب احنا قبل بقى ما نبدا فيها. تمام. هنطلع لفاصل ونرجع تاني لحضرتك. اتفضلي. فين مشاهدينا؟ هنرجع لفاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في برنامجنا سوبر كيدز، ومعانا الفقره الرياضيه. معانا النهارده ايتن سندس يوسف، هيئة أبطال جمهورية طبعا كلهم، بطل في الكاراتيه يوسف، أبطال جمباز تحت 8 سنين أيتن وسونوس. صباح الخير عليكم. طبعا احنا عاوزين نبدأ يا جماعة بأيتن أو سونوس. ياريت نجهز الميوزك، هنشوف بقى جملة مين أحلى، مين بقى اللي مش هيخاف. يلا.
شطوره سندس، شكرا. اتفضلي ايتن، يلا بينا ميوزك بتاعت ايتن. طبعا انت عارفه ان انت مش هتخرجي بره الكادر، يا سلام. هنبدا لسه، استني مش انت معاكي ميوزك؟ الميوزك هتشتغل دلوقتي. انت جاهزه؟ انا عارفه. هنبدا مع ايتن ونرجع لعلي. ليوسف انت جاي معايا علي برضو. الميوزك يا جماعه جاهزه؟